السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بك محمد، مرحبا بالناس الكل تسمع فينا على ما بينما الترجي عنده 3 نقاط في رصيده بعد الفوز اللي كنت حكيت عليه على السي اس اس وتنقص تلعب في محور الدفاع كل مع عبد القادر البدران ومحمد امين توجاي ومحمد علي اليعقوبي معهم الياس الشتي رشيد العرفي فوسيلي كوليبالي محمد علي بن رمضان غريب شعلي نسيم بن خليفه 1994 وهذه سادس مقابله ليه زفرها في الرابطه المحترفه الاولى وسبق له الموسم الفرط وزسر النادي البنزرتي بثنائيه نظيفه على نفس ارضيه هذا الميدان بتاريخ 9 ماي الفارط مقابله 21 للسي بي و33 مباراه نحسمها تعادل بين زوز فرق تسجلوا في المقابلات السابقه 264 يقدموا لي عليهم ويعديوا مباراة كبيرة وممتازة وإن شاء الله النتيجة تتبع وتكون لصالحنا. لحظات على انطلاق المباراة هاكم كما قاعدين تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي هاي أمام تونسي كذلك الترجي في بتشكيلته المثالية هذه كنت قلت أني باش تكون آخر مباراة للنادي الرياضي البنزرتي في ملعب البصيري الرحمن يلعبوا لهنا في البصيري في مواسم مش بعيدة بعد لحظات باش يعطي إشارة انطلاق المباراة وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الرياضي البنزرتي عن طريق ديمبيلي بولينك توزيعة من ديمبيلي بولينك في اتجاه نادر الجربي ودفاع الترجي موجود بدران مقطوعة من ياسين الكاسح ديمبيلي بولينغ يصوب من خارج منطقة 18 نتيجة كما قاعدين تشاهدوا باقي التعادل السلبي 0-0 بين الزوز فرق هاي الياس الدريدي هو دفاع الترجي رشيد العرفاوي فوت جاي هجوم عكس هجوم عكس وحده مع 6 لاعبين خطأ يعمل خطأ الحكم شو يقول لا الياس الشتي هو اللي مش ينفذ أو غير شعلاني الحكم يعطي 23 غير شعلاني ممتازة برافو عبد الحق باهي من عبد الحق الجابي خارج الكره الركنيه هذه اعاده لضربه المخالفه المباشره كانت من غيلان وعبد الحق الجابي كان موجود يسافر خطا تلعب بسرعه يا غيلان مش غيلان في جهه نسيم خليفه حذيري والحكم شي يقول الكره يدخل اشرف ودراما يخرج الكره باهيه من الجابي اللي خارج الكره بعد مخالفه مباشره من غيلان شعلي الكره في وسط الميدان الشتي في جهه ايوالا ايوالا لاعب سريع لاعب النيجيري للترجي قدامه ياسين كشك والحكم شي يقول ركنيه رشيد العرفاوي ينفذ بالراس كوليبالي وتمشي ضربه مرمى 3/6 سبتمبر اعاده نتاع الركنيه واضح اعاده الركنيه يقول محمد علي اليعقوبي في جهه محمد علي برمضان دليلي قدامه علي دريدي حذاري من التسديد يلعب كره في اتجاه ممتاز خليل ساسي ممتاز بنزرتي في الاونة هذه ممتازه التمريره الاخيره وتسديد وافتتاح النتيجه للنادي الرياضي في توقيت 19 دقيقه لعب والله للامانه الاول شعلي عنده برشا شوف البونت شوف برافو مزيان برشا الهدف لي بولينغ وانقدناه برشا اليوم يثبت وانه جدير بتقاي اللاعب الجزائري في تشكيله راضي جعايدي وكرة قاعدة تدور كما يلزم بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي يلزمنا نردوا بالنا خاصة في تبقى الكرة للترجي الرياضي التونسي والتوزيع الأخيرة ممتاز تنفيذ قاعد في حوار مباشر مع اللاعبين يعطيه إشارة التنفيذ كرة تتنفذ المخالفة موجود دفاع نادي الرياضي الخليل على إشاعة من الخليل ممتاز في الجانب الدفاع ودفاع الترجي في مرة أولى في مرة ثانية الحكم ولا ديمبيلي برافو يا ديمبيلي في اتجاه ياسين الكاسح باهي في اتجاه ديمبيلي ولكن قبلوا دي علي بن رمضان في اتجاه فوسيكا ليفالي والحكم يقول مخالفه لدفاع السي بي مخالفه لدفاع قلت خمسه مخالفات صحيح مادي يلزمنا على الاقل نعرفوا كيفاش نستحفظ غيلان عاليه في اتجاه ايوالا معها ياسين كشوك بالراس لكن الكره تمشي ضربه مرمى ما فهموش يا عبد الحق الرجابي دليل برمضان بشكون في محور دفاع ترجي والكره بعيده الحمد لله بعيده في مخالفه الترجي التونسي
هذه ديمبيلي خذ وقتك عادي ديمبيلي في الجزاء نادر نادر ملاري من معز بن شرفاي يلا كرة ملا كرة ديمبيلي وبالراس رفلكس معز بن شرفاي بالرجل نحا رفلكس معز بن شرفاي باليد اليسار يناقص باقي عنده الكرة ومقطوعة ويستحوذ على الكرة لعب علي دريدي كرة باقي لليدي هذا النصر وقعد يتحاور كان لازم يعطيها روتري ديمبيلي يلقى روحه راس قعد يسيح على لفة تنفذ المخالفة طويلة من معز بن شرفاي في اتجاه نسيف بن خليفة ولكن دفاع النادي الرياضي البنزرتي موجود وحذاري والحمد لله كرة تمر جانبية باغت الدفاع السيابي كرة كانت في يعني بلمسة خالفة بسيق اليسار رونتروت خليل ساسي قوية عالية حبة تكون مباشرة لكن ريولو تحصل على ورقة صفراء لازم مخالفة للسيابي ونسيم خليفة نسيم خليفة هو اللي ينفذ حذاري موجود تتلعب الكرة طويلة من غيلان الشعلالي وحكم محمد حذاري تالي برمضان يا لعبة قصيرة في جانب خليفة والحمد لله الحمد لله ربي بن براهم هاكم باش تشاهدوا إعادة تنفيذ المخالفة اللي ما كانتش مباشرة كانت في اتجاه نسيم بن خليفة شوط هذا الجرب أنا نية كبيرة ياسر من هذا اللاعب كان ياسر ميمر للأمانة كان ياسر ميمر حذاري من هذه المخالفة الركنية تتنفذ اختيل وكلها سلامات والحمد لله سلامات ترم للغاية ينهيه النادي الرياضي البنزرتي بأسبق هذه لكن ما نجموش مع الموقع الرسمي بتاع النادي البنزرتي خطيرة وممتاز حذاري وهدف ضد مرميه من أشرف بودراما قلنا التخميرة ياسر مش باهي قلت الشيء هذا أشرف بودراما يحط خليل بلبوز أيوة شوت عنده خليل بلبوز وعلى مارتين هاي إعادة الفرصة الأخيرة للنادي الرياضي البنزرتي تلعب الركنية خير وأنه يمررها في اتجاه خليل بلبوز يراوغ بلاعب كرة تراوغ بيد الرياضي البنزرتي قبل الإعادة الكل الترجي الرياضي التونسي اللي قريبه من المرمى هو اللي في جدار السد دالي برمضان يعطي مخالفه وحذاري والثاني حذاري فوسيليكو ليبالي خروج خطا برشا من الحارس حكوكا والهدف الثاني للترجي هاول بونتو خروج كان خطا من حارس السيابي وفوسيليكو ليبالي الهدف الثاني للترجي قلت سيناريو خروج خطا برشا من الحارس حكوكا والهدف الثاني للترجي عن طريق فوسيليكو ليبالي ترجع الكره لكشوك في محور دفاع الترجي ودفاع الترجي موجود دفاع بانغورا زوز تغييرات في نفس ذلك تغيير ثاني الياس خلف اللاعب دريب رمضان عالي في محور دفاع سيابي وعبد الحق برجب كما جات عبد الحق بدران في اتجاه دالي برمضان حذاري ولا مع ياسر المشكي ممتاز ياسر برمضان فادي بنشوك راس فادي بنشوك والدفاع والكرة على العارضة مازال السيابي في المباراة الكاو كان للترجي لكن ربي كبير عالي الكرة فادي بنشوك يدخل مكانه اللاعب رقم 24 فادي بنشوك القادم من السيابي رجع للوراء وتتنفذ المخالفة وتبقى الكرة للنادي الرياضي البنزرتي جمال الدين شتال معاه يا اللاعب أشرف بودراما والحمد لله الدفاع وتسلل قبل هذا تسلل يعلن عليه الحكم فرج عبد اللاوي هدف أبيض للترجي رمضان ومخالفة يتحصل عليها دالي برمضان وتدخل الأخير من مهدي تبارك تمشي الكرة من جديد لبانغورا وممتاز المراوغة من ياسر المشرقي باهية من ياسر كشوك في اتجاه بانغورا ديمبيلي حاب يجرب مرة أخرى ديمبيلي ولكن كورتو كان بعيدة برشا ينجم يتعامل معاه
وحاولت هذه المحاوله، قلت كان يجم ديمبيلي يعطي شتال لكن كورتو قدامه كوليبالي طويله من جمال شتال ويدخل الشطي يبعد الكره بال في الدفاع. وهذاك شوك شوك شو عمل شوك كره كيما جات بعيده برشا على كاظم عجبه شريفي. قلت دلاوي باش يعطي اشاره تنفيذ. خليل ساسي رونت رونت خاليه ودفاع ترش ترجع كل خذ راس راس دالي بن رمضان شوف شو يعمل دالي بن رمضان شوف شو يعمل دالي بن رمضان يعطي الفتي بن شوك وياسر المشرقي ممتاز والحكم يقول مخالف يقول مخالف الحكم ترجي ضيع الثالث دقيقتين مازال تفصلنا على هذه المباراه ترجي بعد الهجوم هذا ترجع الكره في محور دفاع السي ترجي نتسرع ونتسرع جيب الفرنش ياسر باهي باهي سنتراج وترجع الكره قدام فاسيني كوليبالي ياسر المشرقي. وفي هذه الاونه بالضبط يعلن الحكم فرج عبد اللاوي على نهايه المباراه بانتصار الترجي الرياضي التونسي بنتيجه 2-1. We'll be right back.